نبقى برئاسة الجمهورية، حيث عقد صباح اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو اجتماعا مع الشركاء الفنيين والماليين بغرض التباحث معهم حول البرامج الوطنية للتنمية المستدامة ومناقشة الأسباب والعوائق التي تقف عقبة في تنفيذ المشاريع لصالح المواطن التشادي. تقرير رشاد حسن ضاح. الشراكة التنموية والتعاون المشترك في تنفيذ المشاريع ذات المصلحة العامة ومرافقة تشاد للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية ووضع استراتيجية جديدة لدفع عجلة تنفيذ المشاريع الوطنية هو الهدف من لقاء فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو مع الشركاء الفنيين والماليين، اللقاء الذي حضره معالي رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ومعاوني فخامة رئيس الجمهورية بالمكتب المدني والأمانة العامة، ناقش مختلف العقبات والتحديات التي تحول دون إنجاز وتحقيق المشاريع التنموية. كما ركز اللقاء حول أهمية انعقاد الطاولة المستديرة حول تجميع الأموال لدعم المشاريع التي من المتوقع انعقادها في سبتمبر القادم. وخلال اللقاء أشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو بدور الشركاء وطلب منهم مزيدا من الجهود من أجل العمل من أجل تحقيق وإنجاز المشاريع التنموية التي تعود بالمصلحة للمواطن التشادي ومرافقة تشاد للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، متسائلا في الوقت نفسه فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو عن بعض المشاريع التي لم ترى النور ولم نرى لها أثرا في حياة المواطن التشادي حتى الآن، داعيا في الوقت نفسه الشركاء بذل جهودهم بغية إعطاء حوية لما يريدونه من تنفيذ مشاريع لصالح التشاديين. الممثل الدائم للصندوق النقد الدولي عقب خروجهم من المقابلة أكد بأن المانحين والشركاء التنمويين أبدوا كعادتهم استعدادهم لمساعدة تشاد في تنفيذ مشاريعها ذات الأولوية الوطنية، مضيفا بأن صندوق النقد الدولي بالتعاون مع البنك العالمي والصندوق الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي وفرنسا جميعا سيرافقون تشاد في ظل هذه الظروف لتحقيق وتنفيذ مشاريعها التنموية. واعتبر الشركاء أن تفعيل المشاريع التنموية لن يكون سهلا إلا بتضافر جهود الطرفين كما اتفقوا مع تشاد حول تشخيصها للوضع التنموي.